اتأخرتي. كان نفسي ما اجيش، بس بما انك المحامي بتاعنا اتصرف. عارفه مقدره كل شعورك، حاطه نفسي مكانك، بس في الاخر يا عايزه ما عنديش حد غيرك يطلعني من الموضوع ده. مش عشان انت بس محامي المدرسه، عندي معاك أزمة كبيرة، مش بثق غير فيك. ماشي، بس بلاش حكاية حاطة نفسي مكانك دي، ولا ما كنتش جيت؟ ليه بتقول كده؟ أنا ذنبي إيه إن السواق كان واخد ترامادول، وكل مواعيد الصيانة بتاعت الأتوبيسات كانت بتتعمل في ميعادها، كل حاجة سليمة. ولو مش سليمة، تعالي نفترض إن القضية اترفعت عليك. مش هنفترض، هتترفع. في واحد من أولياء الأمور عامل فيها زعيم ولامم الأهالي بتوع الحالات، وهيرفعوا قضية. للأسف عرفوا إن أنت محامي المدرسة. وضعينا إيه؟